جه نتنياهو، وده اللي هنتكلم على الوثيقة اللي نشرها امبارح ليبرمان. ليبرمان ده كان وزير الدفاع في حكومة نتنياهو. نتنياهو بدأ استراتيجية جديدة. ايه الاستراتيجية الجديدة بتاعته؟ قال لك انا عايز اخلي الانقسام الفلسطيني ده لاكبر مدى ممكن. هستفيد ايه؟ ان انا مش هقدم اي، محدش هيقدر يجبرني على تقديم حلول سياسية. هفصل بين غزة والضفة، لما حد يجي يتكلم معايا اقول له دول هتكلم مع مين؟ ده حماس في غزة والسلطة في الضفة، فيبقى الحال على ما هو عليه وانا بقدر اكمل، مفيش عليا التزام سياسي ومفيش حد هيقدر يضغط عليا. طب عشان يعمل الكلام ده يعمل ايه؟ لازم يقوي حماس في غزة بس يسيطر عليها، ولازم يضعف السلطة في الضفة عشان يقدر ياخد الاراضي اللي موجوده. فتبقى حماس فزاعه مثلا في القطاع، يقول لهم هيجوا لكم على الضفه وهياخد الضفه بغض النظر ايه الموجود، بس هو ده الاستراتيجيه العامه. وبدات القصه مثلا، اضرب لك مثال، شليط الاسير الجندي اللي اسرته حماس. الفرق الزمني ما بين اسره وما بين اطلاق سراحه حوالي 5 سنوات، وانتهى بصفقه، وصفقه كبيره. كان من الممكن نتنياهو يدفعها في الاول وينهي الاحتجاج. طب هو طول ليه؟ لانه عمل شليط شماعه عشان يخنق الناس في غزه. قصف محطه الكهرباء فنهى انه من يومها انه المواطن الفلسطيني يشوف 24 ساعه كهرباء في غزه، انتهى. حاصر غزه بكل الاشكال بخنق الناس، فبدا الشباب يفكر انا عايز فرصه عمل، انا محتاج ان انا ابني حياتي، فبدا في افكار، وده اللي شفناه في الهجره اللي حصلت من غزه على اوروبا. وصلت انه كان في 50,000 حتى الان، ده الاعداد الرسميه، وبعد كده اخذوا اسرهم هاجروا على اوروبا. جه بقى نيجي بقى في الجزئيه، حضرتك بتقول ان هو بيعيد تطبيق السيناريو من جديد؟ لا 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 لا، احنا بقول لك، انا بكلمك على اللي فات ده، هو دلوقتي بيدفع ثمن اللي عمله. نتنياهو، ما هو جزء من خداع يوم 7 اكتوبر اللي نجحت حماس في تمريره، انه هو كان مقتنع انه ما فيش تهديد من ناحيه حماس. طب والوثائق بتاع ليبرمان اللي حضرتك بتتكلم عنها دلوقتي؟ ليبرمان لما نتنياهو امبارح اول امبارح نشر تويتر على موقع اكس يتهم فيه الشباك واجهزه الامن الاسرائيليه بالمسؤوليه عن ما حدث في غزه. فليبرمان كان وزير دفاع فقدم وثيقه كان مقدمها له في 2016. الوثيقه في التفاصيل وموقع عليها كان وزير دفاع، توصيات اجهزه الامن والاستخبارات الاسرائيليه. الوثيقه دي بتقول انهم قالوا له انه هيحصل 1 2 3، ومنها استيلاء على مناطق حدوديه والكلام ده، وانه حماس بتتجهز لمعركه و و و الى اخره. وليبرمان اعترض وقتها على موضوع انه هو نتنياهو يعني زي ما قلنا بيحاول يقوي حماس. وصل الموضوع ده لذروته امتى؟ في 2018. في 2018 نتنياهو حصل حادث أمني في غزة، أنه في وحدة كانت متسللة في غزة تابعة لهيئة الأركان الإسرائيلية سيرة متكال في 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 شكل مدني وعايشين في غزة، واتكشفوا في منطقة لسبب من الأسباب، وحصل اشتباك كبير وجت طيارات تاخدهم، وقصة يعني حصل فيها كبير. فلما كان وقتها وزير الدفاع ليبرمان في حكومة نتنياهو طلب منه ان احنا لا لازم نضرب، لازم ننهي الموضوع ده، فنتنياهو رفض. وبعد كده دخل في تهدئة مع حماس وبدأ يدفع شهريا مبلغ معين عن طريق قطر توصل لحماس، وضاعف بعد كده المبلغ. ليبرمان استقال منذ ذلك الحين، لأنه هو مقتنع انه سياسه نتنياهو غير مضمونه العواقب. فده طبعا الوثيقه دي مهمه في انها بتحمل نتنياهو مسؤوليه ما وصلت اليه اسرائيل. على الجانب الثاني،
حماس استغلت الكلام ده وعملت الخدعة اللي عملتها، وقدرت انها المشهد اللي احنا شفناه يوم 7 اكتوبر انها تخترق مناطق مواقع عسكرية كبيرة وانها تقدر تسيطر عليها في فترة زمنية معينة، ده كان انجاز عسكري مهم جدا وهيفضل درس للعالم كله لإسرائيل، التكتيكات اللي اتبعت في الكلام ده مفيش عليه كلام، بس كان في خطأ واحد. الخطأ الواحد هو موضوع المدنيين، واللي بعد كده جه العروري اللي هو صالح العروري ومشعل أصدروا بيانات قالوا إن احنا موضوع المدنيين ده مش احنا اللي قمنا فيه، يعني خطف المدنيين ده بسبب الفوضى اللي حصلت لما الناس دخلت على غزة. إسرائيل استغلت الكلام ده، كان الجماهير بتحتفل على الفيسبوك بالحدث والعملية اللي حصلت، كانت إسرائيل بتجمع فيديوهات وبدأت حملة علاقات عامة في العالم كله أدت للصورة اللي احنا وصلنا لها. طيب هل الكلام ده بس عشان الصور اللي حصل، التحالف اللي حصل وأمريكا اللي جت عشان الصور؟ لا طبعا، لكن بكل الدول أو الجهات الاستراتيجية دايما لما بيكون في عندها خطة بتستنى الوقت المناسب لتنفيذ. أمريكا كانت دي فرصتها في كل الاتجاه، أنها تعيد ارتكازها في المنطقة، تعيد ارتكازها في المنطقة، ده جزء. والجزء الثاني تخلص من نتنياهو وتخلص من حماس، ده كده التفكير بتاعهم الاستراتيجي، عشان عندها مشروع في المنطقة.